مستشفى السلام الدولي احتفل باليوم العالمي للتمريض وسط الإشادة بدور وجهود جنود الطب المجهولين. وأشاد مدير مستشفى السلام أيمن لمطوع بأهمية وضرورة مهنة التمريض على مستوى مختلف القطاعات الطبية، معتبرا أن هذه الاحتفالية تعتبر تقديرا لهم على ما يبذلونه في خدمة المرضى والسهر على راحتهم. وهذه الاحتفالية السنوية اللي تعود مستشفى السلام من خلالها في الالتقاء في احنا نسميهم الجنود المجهولين، واللي هم يعتبرون العصب الرئيسي لأي منظومة صحية. من غيرهم ملائكة الرحمة لا الدكاترة ولا المرضى ممكن يتلقون أو يعطون العلاج المطلوب. احنا هذه احتفالية بسيطة من خلالها نتشكر لملائكة الرحمة، والشكر قليل في حقهم، ولكن كنوع من الاجتماع الأسري إذا ممكن إن صح التعبير، كنوع من رد العرفان والجميل.